خلينا اقول لكم اهم وابرز المباريات النهارده في مختلف الدوريات، بالتحديد نبتدي بالدوري المصري كالعاده، ومباريات كلها مهمه ومثيره للغايه، سواء في المنافسه على القمه او المنافسه على البقاء في بطوله الدوري. اول مباراه النهارده هتكون الساعه 7 ما بين اسوان والمقاولين. المباراه دي هتكون ناريه جدا لان الاثنين ما فيش لسه، ما حدش ضامن البقاء، كل واحد هيحاول انه يكسب علشان يقعد في الدوري السنه الجايه. فالماتش ده هيبقى من الماتشات الحلوه قوي قوي قوي، الساعه 7 ما بين اسوان والمقاولين. في نفس التوقيت الجونه وبيراميدز، ده مش هيبقى ماتش حلو قوي لان ما فيش اي يعني اهداف عند الفرقتين، خلاص كل واحد ضامن نفسه، ضامن مكانه. بيراميدز في الكونفدراليه، الجونه موجود في الدوري السنه الجايه، فما فيش اي مشكله خالص. اما الساعه 9 مباراه اخرى واخيره النهارده في الدوري المصري ما بين المصري وسموحه، مباراة قوية. سموحة في كل الأحوال عايز ينهي الدوري حتى لو ما تأهلش الكونفدرالية بسبب المواعيد وكلام من ده اللي حضراتكم عارفينه، لكن عايز ينهي الدوري في المربع الذهبي. في المقابل المصري عايز يحافظ على المركز الثالث في جدول المسابقة. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهاردة في ماتشين، الماتش الأولاني الساعة 8 بالليل ما بين فياريال وغرناطة، والماتش الثاني الساعة 10 بالليل ما بين إليتشي وأتلتيكو بلباو، فبالتالي هتبقى مباراة أيضا صعبة جدا، ده ضمن فعاليات الجولة الأولى من الدوري الأسباني. طبعا الدوريات الأوروبية احنا بنتابعها بشكل مكثف، بالتحديد الدوري الإنجليزي اللي الجولة الأولى خلاص خلصت فيه، وفي الحقيقة كانت جولة ممتعة جدا، وأكثر ما ميزها هو تواجد الجماهير بكثافة في المدرجات، و هي دي حلاوة ومتعة كرة القدم بكل تأكيد، انك تشوف الجمهور في المدرجات وتتمتع بالكرة اللي في الملعب، وده مش هتلاقيه غير في الدوري الانجليزي في الحقيقة. في كل الأحوال دي أهم وأبرز المباريات النهاردة. هروح